السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع مستمعينا الكرام عبر قناة فنك سبور. موضوع اليوم سنتناول فيه القامة المنتخب الوطني التي سيحملونها خلال كأس أمم أفريقيا المقبلة، والتي ستعطى إشارة انطلاقتها بعد أيام من الآن يوم الأحد المقبل بالكاميرون، حيث كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن الأرقام التي سيحملها لاعبو المنتخب الجزائري خلال العرس القاري المقبل بالكاميرون، والتي ستعرف احتفاظ اللاعبين القدامى بأرقامهم المعروفة والتاريخية بالنسبة لهم، وأبرزهم الحارس الأنيق رايس بولحي وقائد الخضر رياض محرز ودينامو المنتخب سفيان فيغولي وهداف المنتخب الوطني التاريخي إلى حد الآن إسلام سليماني، في حين لجأ بعض اللاعبين الجدد إلى اختيار أرقامهم بعناية كبيرة لأنها ترمز بالنسبة لهم لشيء معين، في حين قبل آخرون بالأرقام المتاحة. ويعرف بأن الكثير من اللاعبين سواء في المنتخب الجزائري أو في مختلف منتخبات العالم يختارون الأرقام التي يحملونها على قمصان بعناية، وربما استنادا إلى تواريخ ميلادهم الشخصية أو لأحد أفراد عائلتهم المقرب إليهم أو رقم الحظ بالنسبة إليهم، فضلا عن بعض التفاصيل الصغيرة الأخرى. وقد تلعب الأقدار أيضا دورا محوريا في تحديد رقم لاعب معين. وبالعودة إلى أرقام لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في كأس أمم إفريقيا المقبلة، نلاحظ احتفاظ الأسماء المعروفة في التشكيلة الوطنية بأرقامهم السابقة، وعلى رأسهم الهدف التاريخي الهدف التاريخي إسلام سليماني، الذي سيلعب كما عودنا كدوما في المباراة الدولية بالرقم 13، وكذلك سيحمل الحارس الأنيق للمنتخب الوطني رقم 23، وهو الرقم الذي يرافقه منذ مشاركته الأولى مع المنتخب الوطني الجزائري خلال صائفة 2010 تحت قيادة الشيخ ربع سعدان خلال مونديال جنوب إفريقيا. ورغم أن الرئيس هو الخيار رقم واحد في التشكيلة الوطنية منذ سنة 2010، والذي يحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية التي خاضها بألوان المنتخب الوطني في كحارس مرمى رقم واحد، دائما يتمسك بالرقم 23 في وقت كان الرئيس يحمل رقم 92 في العديد من الأندية التي دفع عن ألوانها قبل أن يستقر على رقم 23 في نادي الاتفاق السعودي منذ التحاقه به خلال الموسمين الماضيين. العائد إلى التشكيلة الوطنية وأحد نجوم كأس العرب الأخيرة ياسين إبراهيمي نجم نادي أريان القطري، وبعد استعادة مكانته في التشكيلة الوطنية تحت قيادة المدرب جمال بالماضي، سيحمل رقمه المعروف رقم 11، وهو الرقم الذي كان يحمله كما يعلم الكثير زميله في المنتخب الوطني سعيد بن رحمة لاعب نادي ويست هام الإنجليزي، حيث اضطر هذا الأخير باختيار الرقم 27. وسيلعب أقول على اعتبار أن الرقم المفضل والرمزي بالنسبة له هو 22، والذي كان الرقم المحبوب لوالده الراحل. يحمله النجم سيحمل رقم 22 لاعب نادي ميلو آسيا الإيطالي إسماعيل بن ناصر، الذي كان أيضا من بين اللاعبين الذين احتفظوا بالأرقام التي لعبوا بها في النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا التي جرت خلال صائفة 2019 بمصر، وهي البطولة التي توج بلقبها المنتخب الوطني الجزائري.
بعض اللاعبين الجدد في المنتخب الجزائري الذين يشاركون لأول مرة في كأس أمم إفريقيا المقبلة كانت لهم قصة أخرى مع الأرقام المختارة، فعلى سبيل المثال ابن الوفاق أو ابن نادي بارادو ولاعب لعب نادي بارادو أقول آدم زرقان اختار رقم 18 19 الذي يرمز إلى ولاية التسطيف الذي أو تسكن فيها يسكن فيها أجداده، وهو ابن اللاعب الأنيق ملك زرقان أحد نجوم الوفاق الصيفي والمنتخب الوطني خلال عشرية الثمانينيات. وسيحصل أو سيلعب العائد إلى المنتخب الوطني سفيان بن دبكة الرقم 14، وهو الرقم الذي كان يحمله اللاعب هشام بوداوي الذي تم الاستغناء عنه من طرف جمال بالماضي. واحتفظ أبرز نجوم المنتخب الجزائري بأرقامهم المرتبطة بشهرتهم كرياض محرز صاحب رقم 7، وإسلام السليماني كما سبق ذكر رقم 13، ويوسف بلايدي صاحب رقم 8، ورامي بن السبعيني ابن أو خريج نادي بارادو واللاعب الحالي في نادي بوريسيا مونشن جلادباخ سيلعب به رقم 21، وهو الرقم الذي يلعب به دوما في المنتخب الوطني الجزائري. وأرقام المنتخب الوطني وإليكم أرقام قمصان المنتخب الوطني وجميع اللاعبين المشاركين في كأس أمم إفريقيا المقبلة بالكاميرون. وهب رايس مبولحي سيحمل رقم 23، الحارس الثاني ألكسندر أوكيجيا سيحمل رقم 16، الحارس الثالث مصطفى زغبة سيحمل رقم 1، يوسف عطال رقم 20، محمد رضا حليمية سيحمل رقم 28، حسين بن عيادة رقم 25، عصام ماندي رقم 2، جمال بلعمري رقم 4، محمد أمين توقاي رقم 5، عبد القادر بدران خارج مدرسة اتحاد البوليدة رقم 17، رامي بن سبعيني رقم 21، إلياس شتي رقم 24، مهدي الطهرات رقم 3، رامز الزروقي رقم 6، هريس بالقبلة رقم 12، إسماعيل بن ناصر رقم 22، سفيان بن دبكة خريج فريق المنصرية رقم 14، آدم زرقان رقم 19، سفيان فيغولي رقم 10، فريد بولاية رقم 15، ياسين إبراهيمي أحسن لاعب في كأس العرب الأخيرة رقم 11، سعيد بن رحمة رقم 27، آدم والناس لاعب نادي نابولي الإيطالي رقم 18، رياض محرز فخر الكرة الإفريقية والعربية رقم 7، يوسف بليلي صاحب أحسن هدف ربما في تاريخ كرة كأس العرب الأخيرة أو كأس العرب الذي وقع في شباك المغربي سيحمل رقم 8، بغداد بونجاح سيحمل رقم 9، إسلام سيماني رقم 13، محمد أمين عمورة اللاعب الواعد الشاب القادم في سماء كرة القدم الجزائرية، وابن الوفاق الصيفي سيحمل رقم 26. حظ موفق للاعبي المنتخب الوطني في العرس القاري الذي ستعطى إشارة انطلاقته كما يعلم الجميع في 9 جانفي الجاري اليوم الأحد المقبل، وسيخوض المنتخب الوطني هذا المساء مباراة أو مباراة ودي أمام المنتخب الغاني قبل أن يشد الرحال يوم غد بإذن الله تعالى إلى مدينة دوالا للكاميرونية للدفاع عن لقبه، حيث سيدش العرس القاري يوم الثلاثاء 11 جانفي أمام المنتخب السيراليوني على الساعة 2 بعد الظهر، على أن يواجه فيما بعد منتخب غينيا الاستوائية يوم الأحد 16 جانفي على الساعة 8 ليلا، ثم يختم مبارياته في الدور الأول أمام منتخب كوت ديفوار يوم الخامس 20 جانفي على الساعة 5. حظ موفق للنخبة الوطنية في العرس القاري، نضع نقطة نهاية هذا الموضوع وإلى أن نلتقي في موضوع آخر. هو كريم ماضي يحييكم تحية حارة متمنيا للجميع الدوام الصحة والهناء، وخير الكلام سلام.